مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الجمهور. مباراة اليوم اللي غتجمع بعد قليل فريقي الرجاء البيضاوي والكوكب المراكشي في منافسات البطولة الوطنية للمحترفين. مشاهدينا، وكيف ما عودكم طاقم برنامج اليوم حاضر بمركب محمد خميس باش نقول لكم كواليس هذه المباراة، خليكم معنا. غياب الجماهير الرجوية والمراكشية في هذه المباراة كان من المتوقع، والأسباب نستمعوا لها جميع على لسان حاضرين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. فريق الرجاء البيضاوي فريق كبير كيتشبت بعد المشاكل كالفرق الكبار اللي كنشوفوا في العالم بإسره، ولكن فريق الرجاء متعود على المفاجآت، والرجاء العالمي معروف عالميا، ولكن غير جاء الرجاء كما كيعرفوا الجمهور، وحنا مع فريق الرجاء كمشجعين معاه في السراء والضراء. حنا جينا باش نشجعوا الرجاء البيضاوي ما فاكيش، وحنا ديما رجاء. هو راه غياب عادي جدا بحكم النتائج السلبيه اللي تقدموا الفريق الرجاء، فهمتيني، حيت ما معوديش حنا نشوفوا الفرقه ديالنا في حال هكا، معودانا بالفرجه والاهداف وديما رابحين ديما الزاين، فهمتيني، ولكن حنا حاضرين ان شاء الله اليوم الضراء قبل من السراء، حيت حنا ديما اوفياء الفريق الرجاء البيضاوي ديالنا، والنتيجه اللي داروا مع وفاق الطائف اللي خلات الجمهور انه ما يجيش بشاشة، ومن حقه هادشي. الشوط الاول من المباراه عرف بروده في اداء الفريقين، لكن الجماهير الحاضره ورغم قلتها الا انها كانت عندها العلامه الكامله. سبع دقائق على بداية المباراة كانت كافية لفريق الكوكب المراكشي من أجل تسجيل الهدف الأول عن طريق المتألق يوسف العياطي. بعد هذا الهدف احتاج فريق الرجاء البيضاوي 30 دقيقة باش يتمكن لاعب الفريق ياسين الصالحي من تسجيل هدف التعادل. Yeah.
نهاية الشوط الأول من المباراة، وجماهير الرجاوية أبانت على غضب كبير على أداء الفريق. نستمعوا لها جميع. المقابلة ذو المستوى نكذب عليك، هادشي ما كيفرحش فريق الرجاء البيضاوي. كنظن أنا شي مدرب ما عندوش تاكتيك، ما عندوش شخصية كيبان ليا. اللي بان ليا أنا في هاد المقابلة هو جبيرة، هو اللي كاين تبارك الله عليه، نكذب عليك هو اللي كاين. كنتمنى الرئيس يسمع لي، يشوف هذا الجمهور هذا اللي الحج بكثره اليوم، وكنتعسب على هذه المقابله هذه، وكنتمنى العام الجاي ان شاء الله يجيب لنا شي لعابه اللي يكونوا في المستوى ان شاء الله. مدرب روما وخصو يبدل، حيت ما عندوش تاكتيك جيد، ما تيلعبش خطه جيده في مقابله. احنا ملي دخلنا المقابله ما دخلش فريق الرجاء من البداية، ما دخلش كامل القوه ديالو، تلقينا الهدف الاول، جا التعادل. رغم ذلك خصنا نبدلوا الاداء بزاف، خص مدرب يشوف هذاك اللاعب، راه ماشي هو اللاعب ديال الرجاء، راه حنا ما مولفينش هذاك اللاعب. الرجاء كتلعب ضريبه، خصهم يطلعوا ولاد الرجاء يلعبوا كره، ولاد الرجاء شي يلعبوا كره نقيه من بكري، حنا معروفين كره نقيه، ما عندناش مع هذا اللعب هذا ديال التعربيز. اداره تقنيه هاويه، اداره خصها تغربل. كاين هاد 11 تيتيولار اللي لاعبين، يلا غادي يبقى منهم العسكري والحاج والصالحي، اما الباقي يمشيو يبيعوهم. خصنا الفرقة خصها تعاود أزيرو باش العام الجاي إن شاء الله نلعبو، أما إلا زدنا في العصبة راه ما غنديرو والو، لأن العصبة هي اللي مغطين بها وهي اللي مكالمين بها هذا الجمهور هذا. حرام هذا الجمهور هذا كامل يضيع بحال هكا العام، والله إلا حرام. حنا ما كيراش شي 10 اللعابة يكونوا بحال جبيرة في النفس ديالهم. وثاني حاجة، التيران ما بقاش التيران، ولا بيبليك ولا في الدريات بزاف كيجيو الفتنة. الشوط الثاني من المباراة انطلق على مستوى الميدان ما كاين حتى شي جديد، من غير محاولات ضعيفة للفريقين، تفاعلت مع الجماهير الموجودة. الحكم محمد ناحيح كيعلن في هذه اللحظات على انتهاء المباراة بنتيجة 1-1. هذه النتيجة المرسومة تركت غضب كبير عند الجماهير الرجاوية. فريق ما والو، الرجاء كاين ولكن الفريق ما كاينش، الدراري ما كاينينش. اليوم كتشوف مباراة ناقصة، ما كاينش واحد العطاء جيد، اللعابة فقدوا الثقة في راسهم، ما عرفناش. المهم حنا ما غنصبغوا حيوطة، ما غنخوو تيرانات ان شاء الله، نبقاو تابعينهم حتى يتقادوا ان شاء الله. وسطيف تأهل. كنحيي من هذا المنبر جبيرة اللي هو اللي كان راجل في هذه المقابلة، واللعبة تقريبا كاملين لاعبين بحال داخلين ماتش بحال ماتش أميكال، وراه الجمهور هو اللي كاين في هذه الفرقة صراحة. حسن روما وديكاج راه ما عندنا والو هذا العام، نصبروا من غير الجمهور ما عندنا والو. الراجع حنا اللي موالفين، شفنا معاه بزاف، شفنا معاه مونديال، شفنا معاه بطولات، شفنا معاه كؤوس، شفنا معاه بزاف. الراجع ديال اليوم اللي تفرجنا فيه واللي تفرجنا فيه ثلاث الماتشات دابا ما شفناهاش، ماشي ديك الراجل اللي كنعرفو بشاشة. المشكل اللي كاين، اللعابة شبعوا فلوس، كريمات، الملك عطاهم كريمات 60 مليون لواحد العام، سي نورمال غيجي ما غيلعبش لك على كورة، هو كيخرج كيمشي كيزها مع راسو، خصنا بروفيسيونيل، مازال ما وصلنا خويا هادشي اللي كاين. إذا المشاهدين كيف ما تابعتوا معنا الأجواء اللي مرت فيها المباراة الهامة لفريق الرجاء البيضاوي والكوكب المراكشي، مباراة انتهت بلا غالب ولا مغلوب 1-1. على أمل لقياكم مشاهدينا في حلقة جديدة من نفس البرنامج مع الجمهور، إلى اللقاء. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سوغ يوتيوب، وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. وإلا بغيتوا تشوفوا شاشة شوف تي في، ان سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس إلا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على آرائكم، اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم. Quand le gars arrive à l'aéroport, l'avion sort du hangar. En fait non, c'était pas un avion, c'était un hélico. Mais t'as 3 mecs qui arrivent en courant et qui tirent dans sa direction. Non, non, 4 mecs, ils étaient 4. Du coup, le gars se cache derrière une grande citerne. Et alors que l'hélico se met en position de décollage, notre gars, il tire sur la citerne. Et là, boum, tout explose. Ensuite, il court vers l'hélico et il saute pour s'accrocher. Oui, parce que l'hélico, en fait, il n'avait pas explosé. Et tu sais quoi? Le plus simple, c'est que tu m'accompagnes la prochaine fois. Tu es client Méditel ?
Pour partager ta passion du cinéma, c'est simple. Obtiens gratuitement ton code sur cinéd.meditel.ma et profite tous les mardis d'une place de cinéma offerte pour une place achetée au Megarama Casablanca, Fès et Marrakech. Le cinéma à deux, c'est mieux.